تعلو الموسيقى ويبدو الفرح على وجوه الأطفال في روضة زهور الحياة في مرزق، في مبادرة لغرس عدد من الخصال الحميدة في نفوس هؤلاء الأطفال في عمرهم الباكر. فرعم أزهار الحياة بمنطقة زيزاو، نشكرهم على حضورهم وتشريفهم لنا كزيارة. العلم ليس أخذ معلومة فقط، إنما تحاور، ترفيه، اكتساب خبرات من رياض أخرى. خلق روح التعاون وتنشئة جيل سليم اجتماعياً، كلها أهداف للزيارة التي يقوم عليها أصحاب المبادرة لتشكيل جيل معافى نفسياً يتربى على الفرح والبهجة ويزول عن ذاكرته الحروب والصراعات.